إلى هذه النشرة والتي نستهلها بأبرز العناوين. ثلاثة شهداء للجيش في عرسال، هل هي رسالة جديدة بعد صواريخ الضاحية؟ صواريخ S-300 تحدث أزمة بين موسكو وتل أبيب، والجيش السوري الحر يحذر حزب الله. مصير الانتخابات في 48 ساعة وعون يعلم، أحجب صوتي عن التمديد. عم يتقاتلوا على الكرسي، الله لا يسامحهم، ينزلوا يقعدوا معانا ويشوفوا احترق قلبنا عولادنا. عم يتقاتلوا على الكرسي وعلى المناصب واحترق قلبنا عولادنا. يا امي احترق قلبي، يا امي قولوا للزعماء يروحوا مع الزعماء، لا قولوا انهم عم يدوروا على المصاري لا يقبضوا يعملوا قصار ومصاري واولادنا نحن تحت تراب على الطرقان. مساء الخير. إذا كان حادث الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين ليس حادثا فرديا، فما هي الرسالة التي أراد منفذوها إيصالها؟ وهل هي إلى الجيش اللبناني أم إلى السلطة التنفيذية الضائعة بين تصريف للأعمال على القطعة أو غب الطلب وبين تكليف لم يرقى إلى مستوى التأليف؟ هل من علاقة للحادث بموقع عرسال الجغرافي ومحاولة ربطه بموقع الهرمل الجغرافي فيما يتعلق بالتطورات السورية؟ هل من علاقة بين الحادث وبين التحذير الذي أطلقه قائد الجيش السوري الحر من أنه سيتخذ كل الإجراءات وسيلاحق حزب الله في لبنان ما لم يتوقف هجوم الحزب على الأراضي السورية؟ هل الرسالة الدموية اليوم حلقة في سلسلة بدأت بصواريخ الجراد على الضاحية الجنوبية؟ أسئلة تتوالد في ظل العجز الرسمي عن تقديم الأجوبة، فالحكومة تجتمع من أجل تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، لكنها لا تجتمع لبحث استهداف الجيش في عرسال والتداعيات اللبنانية نتيجة مشاركة حزب الله في معركة القصير، ولا تجتمع لمعالجة حريق طرابلس، وهكذا يترك الجيش مكشوفا في عرسال وفي طرابلس. في ظل هذا الانكشاف، الانشغال الرسمي في مكان آخر، فملهات الانتخابات النيابية يؤدي السياسيون أدوارهم فيها على خشبة مسرح بات مملا. الانتخابات أقرت والمرشحون اكتملوا، ولكن هل هناك انتخابات؟ أما البديل الذي هو التمديد فدونه عقبات واعتراضات، وفي وقت يدير الرئيس بري طبخة التمديد مدعوما من حزب الله وبرضا تيار المستقبل، أعلن العماد عون: أحجب صوتي عن التمديد. البداية من عرسال. إذن استشهاد ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني إثر هجوم على أحد مراكزه في وادي حميد في عرسال، وأهالي البلدة يستنكرون الحادثة. عند الثالثة والنصف من فجر يوم الثلاثاء وصلت سيارة من نوع هامر سوداء اللون فيها خمسة أشخاص غالبيتهم من السوريين إلى نقطة للجيش في وادي حميد شرق بلدة عرسال. وصلت الهامر مسرعة وحاولت العبور، وبعد إشكال مع الجيش ترجل الأشخاص الخمسة بأسلحتهم، توجهوا إلى الحاجز حيث كان يقف ثلاثة عسكريين في الخارج، انهالوا عليهم بالضرب بالأسلحة ومن ثم أطلقوا النار وقتلوهم برصاصات ثلاث في رؤوسهم. عند سماع إطلاق النار خرج عسكريان آخران كانا في الداخل، وحصل إطلاق نار وأصيبت سيارة الهامر برصاص الجيش، لكن المعتدين فروا سريعا متجهين إلى الأراضي السورية. قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان عن تعرض أحد مراكز الجيش في منطقة وادي حميد عرسال لهجوم وصفته بالغادر قامت به مجموعة مسلحة تستقل سيارة جيب سوداء اللون. قالت إن عناصر الحاجز تصدوا للمهاجمين وحصل اشتباك أسفر بنتيجته عن استشهاد ثلاثة عسكريين. مديرية التوجيه أكدت أن الجيش باشر ولا يزال عمليات تفتيش واسعة في المنطقة بحثا عن المسلحين الذين فروا إلى الجرود المجاورة. أهالي عرسال وما إن علموا بالحادثة استنكروا الأمر رافضين الاعتداء على الجيش. جيش أولادنا، أولاد بلدنا، شهداء، منستنكر هالقصة كلها سوا، ومنتمنى من الدولة، من القضاء يعاقب كل من عمل وأدى لهالشغلة هاي، وياخذ المجرم ياخذ جزائه، كان مين ما كان يكون، ونحن بدنا بسط الدولة على الأرض. مصادر عسكرية أكدت للـ LBCI أن الحادثة وقعت عن صاد بالتصور وتصميم، وأن هناك مخططا لاستهداف الجيش، لأن هناك من يعتبر أن الجيش يقف عقبة أمام تنفيذ مخططاته. الهرمل تشيع الشابة لولو عواد وتعيش على وقع المزيد من الصواريخ من الجانب السوري. الزميل يزبك وهبي يوافينا من الهرمل بآخر الأجواء. يزبك، كيف يمكن وصف الأجواء بشكل عام؟ شو توب بتقليلي أنت؟ توب
إذا ماريو، بالفعل مدينة الهرمل عاشت يوما طويلا من سقوط الصواريخ، صواريخ سقطت على دفعتين، الدفعة الأولى عند الساعة 1 PM أما الثانية فقبيل 4:30. بعد ليلة أيضا شهدت سقوط صواريخ استشهدت فيها صبية بعمر 17 عاما هي لولو عواد. صواريخ اليوم أوقعت 6 جرحى، الصواريخ الأولى أوقع 3 جرحى، ومن ثم الصواريخ التي وقعت داخل المدينة في أحياء سكنية أوقع 3 جرحى أيضا. نحن قمنا بجولة في مدينة الهرمل، لاحظنا أن الحركة كانت خفيفة في ساعات بعد الظهر، هناك حذر عند سكان الهرمل، رافق هذا الحذر أجواء من القلق عند بعض المواطنين الذين فضلوا المغادرة نحو بيروت وضاحيتها الجنوبية حيث لهم منازل هناك. تم بعد الظهر تشييع الفتاة لولو عواد في موكب مهيب شارك فيه النائب نوار ساحلي نائب كتلة وفاء للمقاومة. على خط آخر شهدت المنطقة في جرود القاع داخل الحدود السورية المقابلة لبلدة القاع غارة للطيران السوري، قيل أنها استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ. حاليا تعيش مدينة الهرمل كما أشرنا أجواء من الحذر والقلق، وهناك خشية من تجدد أعمال القذف، إذ هذه الجولات من القصف هي 3 من مساء أمس حتى عصر اليوم. سنستمع الآن إلى يعني بعض عينة من بعض التصاريح التي أخذناها من مدينة الهرمل. ما في إلنا إلا جيشنا اللبناني، نحن اللي من ناجد ومن نادي، نحن واقفين معهم، كنا نسوان ولا رجال وين ما كنا بلبنان واقفين مع الجيش اللبناني، وما في حدا بيخلص الشعب اللبناني من أزماته إلا الجيش اللبناني. من أراضي اللبنانية بالضبط، وكل العالم تعرفها، وقيادة الجيش يسألوا قيادة الجيش والمخابرات من عم تطلع الصواريخ. نحن نعرف من وراء هذه، من يطلق الصواريخ ومن وراء إطلاق الصواريخ، ونقول لهم الرسالة مردودة إلى أصحابها، هذا لن يثني المقاومة عن إكمال عملها الجهادي المقاوم الذي هو متكامل، ولن يركع أهل الهرمل. طرابلس تختبر الهدنة الهشة بعد انتشار الجيش فيها، وتحذير من جبل محسن بالذهاب للأسوأ في حال عدم المعالجة بجدية. في شارع سوريا سكت صوت الرصاص وعم الهدوء دون أن تعود الحركة إلى طبيعتها. قلة من التجار حضرت لتفقد ممتلكاتها ومعاينة الأضرار، فآليات الجيش اللبناني المنتشرة في الشارع لم تطمئن الناس ليعودوا، ففي جبل محسن لا تزال الدشم والسواتر قائمة، وكذلك حال التأهب غير ظاهرة في الشوارع. أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد حمل زعمات طرابلس ورؤسائها مسؤولية التدهور الحاصل. والأسوأ ما بس بطرابلس، رح يمتد على المناطق المسيحية والشيعية والسنية والدرزية بكل لبنان. منحط الحق كليته على الدولة اللبنانية. انتو السياسيين المديني، شو المطلوب؟ لخي احد السياسيين بيتصل فيني من 3 ايام، ما بدي اذكر اسمه للامانة، الان عم يعمل معي ديل انه سبه نهاجمه هو وتياره. في باب التبانة الشلل نفسه، عاد عمال التنظيفات إلى أعمالهم ولها الأطفال في باحات المعركة. سوق الخضار خلى من زبائنه وتجاره الذين اشتكى قسم منهم من حرق محاله وبسطاته. هدول اللي عم يدفعوا الثمن اللي عم يصير ببين جبل محسن والتبيني، ما هو مهمة النواب اللي عندنا والوزراء اللي عندنا، نتمنى منهم شوية يعطونا عينهم اللي عندنا نحن على منطقتنا هيدي الفقيرة. اختطف مختار جبل محسن علي عجاية ليطلق سراحه بعد ساعات قليلة في ظل استنكار جميع الأطراف، تحديدا مخاتير التبانة الذين اعتبروا الخطف عملا غير أخلاقي. شارع سوريا لا يزال غير مستقر، والهدنة لا تزال هشة تنتظر من يعترف بها علنا ويحميها. ما الذي جرى مع فريق LBCI في التباني؟ هذه كاميرا فريق LBCI الذي عاد من طرابلس. ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيون للاعتداء في لبنان. قبل أيام أفرغ أحد المسلحين رصاصات مسدسه بكاميرا تابعة لتلفزيون الجزيرة خلال تشييع أحد ضحايا باب التباني. والثلاثاء اعتدى شبان من المنطقة على تجهيزات LBCI بعد نقل مباشر ورسالة مباشرة، والسبب غير محدد. ربما هو سوء فهم لما قدمته المحطة، أو استعجال، أو قلة فهم، أو سبب آخر. وبعد هذا التكسير اعتذار وطلب بعدم المؤاخذة، غلطة وصارت بحسب المعتدين الذين أعادوا الكاميرا أشلاء وانسحبوا عن مستديرة أبو علي، تاركين وراءهم اعتداء جديدا على الإعلاميين. ليس هذا عمل أطراف سياسية أو منظمة،
هو عمل ما خلفته الصراعات والمعارك الدائمة في شوارع الفقر الطرابلسية. شبان متحمسون لا رادع لهم يخلقون من هذه العدسة طرفا هم قادرون على الاستقواء عليه، وكأن في هذه الماكينة يعيش خصمهم، وكأنهم لا يدرون أن هذه الكاميرا تلتقطهم كما تلتقط أعداءهم دون زيادة أو نقصان. في الملف السوري، سجال روسي إسرائيلي حول صواريخ S-300 الروسية، والجيش الحر يهدد بضرب حزب الله في لبنان. النظام المتطور للصواريخ المضادة للطائرات المخصص لسوريا لم يغادر روسيا بعد، ولكن إن حدث ذلك فإن إسرائيل تعرف كيف ستتصرف. موقف شديد اللهجة أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي عقب تصريح نائب وزير الخارجية الروسي بأن بلاده لن تتراجع عن تزويد النظام السوري بنظام للدفاع الجوي يتضمن صواريخ S-300، لما لذلك برأي موسكو من قدرة على ردع التدخل الخارجي في الصراع السوري. موسكو كان لها موقف أيضا من قرار الاتحاد الأوروبي رفع حظر السلاح المفروض على سوريا والقاضي بعدم تسليم المعارضة أي أسلحة قبل الأول من آب، فرأت أن أفعال الدول الغربية ستعيق عقد مؤتمر السلام، مؤكدة على أهمية مشاركة إيران فيه. وفيما وصفت المعارضة قرار الاتحاد بالمتأخر وغير الكافي، رأت إيران أن القرار سيطيل من عمر الأزمة السورية. الآراء داخل الاتحاد الأوروبي تباينت بدورها، إذ أعلن وزير الخارجية البريطانية ويليام هيك أن بلاده لا تستبعد تسليح المعارضة قبل الأول من آب. كذلك أكدت فرنسا أنها تحتفظ بحق إرسال أسلحة على الفور للمعارضة. دوليا أيضا سيبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الأربعاء في مشروع قرار يدين تدخل مقاتلين أجانب في مدينة القصير في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله. إلى ذلك حذر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري الحر سليم إدريس بأنه خلال 24 ساعة إذا لم يتوقف هجوم حزب الله على الأراضي السورية فأنهم سيتخذون كافة الإجراءات وسيلاحقون حزب الله حتى في جهنم على حد قوله. كذلك ندد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالتدخل السافر لحزب الله، محذرا من أن ذلك يؤجج التوترات الطائفية في المنطقة. زيارة السناتور الأمريكي جون ماكين المفاجئة لسوريا كانت الإدارة الأمريكية على علم بها، وهي تنتظر عودته للاطلاع منه على التفاصيل، وفق المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني. 28/5/2013 ميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات في محيط السجن المركزي في حلب وتعرض دير الزور والرقة ودرعا للقصف المستمر. التلفزيون السوري أعلن من جهته أن الجيش سيطر على الحي الغربي في مدينة القصير، متحدثا عن اشتباكات على المحور الشمالي وصد محاولة تسلل من لبنان. أين أصبحت معركة القصير وما هي الأهمية الاستراتيجية لها؟ إنه شريط فيديو بث على موقع مؤيد للنظام يظهر بحسب العنوان الرصاصات الأولى في معركة القصير. الجيش السوري يبدأ تحركه باتجاه مدينة القصير الاستراتيجية مدعوما بعناصر النخبة في حزب الله. تحولت معركة القصير إلى معركة وجود ومصير. فبالنسبة إلى حزب الله، سقوط القصير يعني سقوط ظهر المقاومة أي سوريا بيد الولايات المتحدة وإسرائيل والتكفيريين، وبالتالي مهما بلغت الأثمان لا عودة إلى الوراء. حزب الله خسر حتى اليوم عشرات القتلى، بينهم سقوط 20 مقاتلا في يوم واحد عندما فوجئوا بمدى جهوزية القصير للمعركة، أكان من حيث زرع الألغام أو حفر الأنفاق، على الرغم من أن قتلى الحزب هم من وحدة تفكيك الألغام. المقاتلون خسروا بدورهم عشرات القتلى وعشرات الأسرى بيد حزب الله. في المقابل يقاتل إلى جانب الجيش السوري الحر عناصر من الجهاديين الأجانب، أبرزهم من الإسلاميين الشيشان الذين خاضوا معارك عنيفة ضد القوات الروسية. مقاومتهم صلبة، استعدوا جيدا للمعركة، مهدوا الأرض، حفروا الأنفاق بمساعدة خبراء من حركة حماس وزرعوا الألغام. حشدوا المقاتلين تزودوا بالعتاد وأجهزة الاتصالات المتطورة التي زودتهم بها ووزعتها مجموعات أوروبية متخصصة. يرفض هؤلاء الهدنة، يفضلون الموت على الاستسلام. المعركة إذن تخاض بخلفية عقائدية، وما بين الجبهتين يحاصر أكثر من 10,000 مواطن سوري في المدينة. حسم المعركة في القصير في هذا الاتجاه أو ذاك سيشكل نقطة تحول في وجهة الصراع في سوريا وعلى المستويين الإقليمي والدولي بحسب ما يؤكد الخبراء. هل توافق على تصنيف الرئيس فؤاد السنيورة لحزب الله فرقة إيرانية؟ الجواب في فقرة هايد بارك. حزب
حزب الله ما بيعتبر فرقة إيرانية، بيعتبر فرقة لبنانية، لأنه من يوم يومه لبناني. حزب الله تابع لجمهورية الإيرانية، منه حزب لبناني. هو مقاومة لبنانية، يعني ما فينا نقول إنه هو قريب من فرقة إيرانية. أمين العام للحزب هو قال بلسانه مرة أنه هو تابع لهوية الفقيه، كيف بده يكون لبناني؟ إنه حزب الله لبناني وحارب إسرائيل وإنه شرف فيه. هم ليسوا فرقة إيرانية، ولكن هذا لا يعني ممكن يكون في خبراء إيرانيين يستعينوا فيهم. هيئة مكتب المجلس غدا. والأمم المتحدة وأولويات اللبنانيين، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع ملف الانتخابات. الرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع قبل ظهر غد، والرئيس السنيورة يؤكد من عين التين أننا قاب قوسين أو أدنى من التفاهم على اتفاق. من عين التين انطلق قطار التمديد للمجلس النيابي بإشارة خضراء من وفد المستقبل، أعلنها الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقاء الساعتين مع الرئيس نبيه بري الذي لاقاه بدوره بوصف اللقاء بالإيجابي للغاية. ولدينا الساعات القليلة القادمة التي ستمكننا إن شاء الله من أجل التوصل إلى الاقتراح الذي يحظى باتفاق معظم اللبنانيين. لا خلاف على مدة التمديد بين المستقبل وعين التيني، ولكن العمل جار لتذليل العقدة المسيحية. جلسة التمديد رجح السنيور انعقادها يوم الجمعة، كما رجح الوصول إلى تفاهم خلال الساعات المقبلة. لما عم بقول انه هذا افضل ممكن، عم باخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبه التي نمر بها. اول شغله بنحزن حلت المشكله، بدنا بدون ان نغفل رؤيه الامور بكلياتها، علينا ايضا ان نحاول ان نجزئها الى مكوناتها حتى نستطيع النجاح. وفق مصادر عين التيني ان العماد عون ابلغ موقفه بمعارضه التمديد، وان لا مشكله مع الكتائب والقوات الذين سبقوا المستقبل الى رفض اجراء الانتخابات على الستين، ويبقى ان تترجم الساعات المقبله صيغه التفاهم وجدول اعمال الجلسه العامه. حادث عرسال وقانون الانتخاب خيما على المواقف السياسية. حادثة عرسال حلقة في سلسلة من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى الفتنة في البلاد، وفق الرئيس ميشيل سليمان الذي دعا أمام العماد قهوجي إلى الضرب بيد من حديد كل من تسوي له نفسه الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والعمل على زعزعة السلم الأهلي وزرع الفتنة. بالنسبة إلى العماد ميشيل عون، استرداد الحقوق لا يكون بالإجماع ولا معنى للميثاقية إذا كان الحق غائبا. هيدا القانون الوحيد الستين الانتخابات، هلأ معقول تعطينا أكترية نفرض فيها المناصفة؟ لذلك أحجب صوتي عن التمديد. دانت كتلة المستقبل ما سمته العمل الإجرامي الذي يشارك فيه حزب الله ضد مصالح لبنان وضد الشعب السوري. تدعو اللبنانيين وأهالي القتلى والجرحى لكسر حاجز الخوف والصمت والتعبير عن رفضهم لسوق أولادهم للموت في سوريا، ولرفضهم تحويل بلدهم إلى ساحة قتال. قبيل مغادرته إلى بولندا، جدد البطريرك الراعي موقفه بأولوية إقرار قانون جديد للانتخابات قبل إقرار التمديد التقني المطلوب لمجلس النواب. دعوة إلى ضبط النفس والعمل على إبعاد الفتنة عن الجبل وجهها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من منزل كريم زيتوني الذي تعرض بحسب الحزب لكمين مسلح من قبل عناصر ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي. محذرا من أن يكون إطلاق الصاروخين باتجاه الضاحية مقدمة لإدخال الفتنة إلى لبنان ولا سيما إلى الجبل، دعا مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إلى ضرورة وعي مخاطر الانزلاق في الحرب السورية وبالتالي إعادة الاعتبار لإعلان بعبده. الشؤون الانتخابية والتطورات الراهنة في البلاد كانت محور اجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والنائبين إبراهيم كنعان وأكرم شهيب.
الأمم المتحدة تضع أولويات اللبنانيين نصب أعينها. شو لازم يتغير لبكرة يصير أحسن؟ لازم ما يكون في فار وتعتير بهالبلد. من الأولاد تتعلم. مين منا ما بده يبطل في فقر وينتشر التعليم ويعلى مستوى الصحة ويتفعل دور المرأة ونحافظ على البيئة؟ هيدا أبرز الأهداف اللي وضعتها الأمم المتحدة سنة 2000 المعروفة بالأهداف الإنمائية للألفية. وضعوا أيضا سنة 2015 كحد أقصى لتحقيق هيدي الأهداف. لازم بعدنا نحشد الجهود لنحقق نتائج أفضل. عقلية الرجال لازم تتغير ليصير عنده يتقبل المرأة تكون هي رئيسته. رأيكم بهمنا، شاركوا بالمشاورات الوطنية. على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا اللبنانية عن رأيهم بالأمور اللي لازم ينشغل على تحسينها. أكثر 5 نقاط بينطلب العمل عليها رح تكون محور يوم المشاورات الوطنية. حناخد هيدي الأولويات ونعرضها ب 29 الشهر، وحيناقشها معنا كمان بيرجع من مختلف المناطق اللبنانية ممثلين من المجتمع المدني. من بعدها رح ينرفع تقرير للأمم المتحدة بأولويات اللبنانيين. أولويات تحقيقها منه كتير صعب، بده شوية أمن وشوية اهتمام بوضع الشعب، والأهم وقف الهدر ليصير في أموال تنصرف على التنمية. أصدقاء جورج إبراهيم عبد الله يعودون إلى الشارع. كنت أحسب أنني سأشارككم مباشرة احتفالات شهر أيار لهذا العام. هو خاطبهم من خلف قضبان السجون الفرنسية وهم ردوا من أمام قضبان السفارة الفرنسية. لا زالوا يعتصمون ولم ينسوا بعد قضيته، فبرأيهم جورج عبد الله أسير. في 11 الشهر صدر عن محكمة تنفيذ الأحكام قرارا أعلنت فيه أنها لم تعد مخولة البت بالموضوع، وأن أمام جورج عبد الله فرصة للاعتراض على قرار محكمة التنفيذ، وقد قدم اعتراضه وأمام محكمة التمييز أن تبت بهذا القرار في مدة 3 أشهر. مضى شهر ونيف ونحن بانتظار أن تبت هذه المحكمة. أمام السفارة الفرنسية وقفوا تعزيلهم عنها التعزيزات الأمنية، وبينما تتكثف المحاولات لإبقاء جورج خلف القضبان هم يعملون عكس التيار. بمطلع أول أسبوع من حزيران رح يتم إثارة ملف جورج عبدالله بمجلس حقوق الإنسان من خلال تدخل رسمي للبعثة، ورح يكون كمان في تظاهرة أمام البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة بجنيف. هل تنجح العدالة الدولية في تحصيل حقوق أهدرتها العدالة الفرنسية؟ إلى مثواه الأخير في صغرتا شيع المخرج المسرحي الشهير يعقوب الشدراوي بحضور عائلته وعدد من الفنانين بعدما توفي يوم الأحد إثر صراع طويل مع مرض السرطان. الشدراوي يعتبر من رواد المسرح في لبنان، وكانت له أعمال عدة أبرزها أعرب ما يلي والمهرج المقتبس من كتاب محمد المغوط وإسكندرية بحرك عجائب. أيام آخر أغاني وردة الجزائرية. من عدة ولو فينا نردة. صباح اليوم كان طيف وردة الجزائرية يحوم فوق بيروت. طيفها وصوتها انبعثا من جديد، وإن لوقت قصير خلال إطلاق أغنيتها الأخيرة التي سجلتها قبل وفاتها أيام. كنا ردينا أوقات صارت هلأ ذكريات. فعمل مثل هذا باسم وردة طبعا قدم عمل لهذا الجمهور الضخم، فبالنسبة لي كسينمائي كانت تجربة جديدة مستحيل كنت أحلم بها بصراحة. الأغنية التي كتبها منير بوعساف ولحنها بلال الزين كان مقررا قبل وفاة وردة أن تصور على شكل عمل تحريكي أنيميشن، وهو ما أصر المخرج الجزائري مؤنس خمار على الحفاظ عليه. أنا اليوم يعني متفرج بس طبعا غير موضوعي، يعني ساهمت في إنتاج العمل فما في أقول يعني أكيد يعني أنه لا أنا شخصيا مقتنع بالعمل، إن شاء الله الجمهور بيكون مقتنع. أيام آخر أغاني وردة وآخر كليباتها. لكن يا خسارة الحياة بتمرق ما فينا نردة. صدقت وردة عندما غنت هذه الأغنية، غنتها وغابت مرة أخيرة عن هذه الحياة التي لن تتمكن من استعادتها. العراقيون يستفيقون على يوم دام جديد. وعودة الحجاب إلى بلجيكا، تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. أكدت إيران دعمها حزب الله، معتبرة أن منع حكومة البحرين المجموعات السياسية في البلاد من الاتصال بالحزب أمر مؤسف. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية المنامة إلى تجنب تحويل مسؤوليتها في المشاكل الداخلية إلى مجموعات أجنبية. يوم دام جديد في العراق وإجراءات للحكومة لوضع حد لأعمال العنف. لم يكد العراق يستفيق من صدمة موجة التفجيرات التي طالته أخيرا في مناطق ذات غالبية شيعية والتي حصدت أكثر من 70 قتيلا، حتى استهدفت يد القتل من جديد أنحاء مختلفة من البلاد. فقد قتل 5 أشخاص وأصيب 26 بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في الموصل، فيما قتل عنصران من قوات الصحوة وأصيب آخران في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش لهم قرب تكريت. شنو ذنب هالعالم هاي الأبرياء اللي راحت والأطفال؟ يعني هاي الإرهاب ما يعرف لا كبير ولا صغير، يعني اعتدوا على كل إنسان بريء. اللي يفرحون الكراسي هناك مجلس النواب، خلي ياخذون الملايين هاي والعالم قاعد تذبح. والشعب الذابح ناس ويا ناس وهم قاعدين. في موازاة ذلك أعلنت الحكومة العراقية عن إجراءات للتصدي للتحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد، بينها الدعوة لعقد لقاء مشترك للقوى السياسية لبحث هذه التطورات. استقال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف من منصبه تطبيقا لقانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وقال المقريف في جلسة للمؤتمر: يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراما للشرعية والديمقراطية، وأغادركم مرفوع الرأس مرتاح الضمير. أن يمتثلوا لهذا القانون. ألغت مدينة غانت البلجيكية حظر ارتداء الموظفات الحكوميات الحجاب بعدما أسقط الاشتراكيون والخضر الذين يمثلون الأغلبية إجراء فرض عام 2007 عندما كانت أحزاب يمين الوسط تهيمن على مجلس المدينة. وكان الحظر الذي يطبق في عدد من المدن البلجيكية يحول دون تعامل المسلمات المحجبات مع المواطنين في مكاتب المدينة. وإلى الصفحة الاقتصادية مع مارك ديب. مساء الخير. أعلن مسؤول التجارة بالاتحاد الأوروبي أنه لن يستسلم للضغوط الصينية يلي بتهدف إلى إلغاء إمكانية فرض الرسوم على واردات الألواح الشمسية من الصين. وأكد مفوض التجارة للاتحاد الأوروبي أنه الحكومات عم تتعرض لضغط واضح من بكين، ومن جهتها هددت الصين بالرد على أي إجراءات بيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد المنتجات الصينية، إشارة إلى أنه هيدي أكبر قضية تجارية بتتوليها المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ مبيعات الألواح الشمسية الصينية للاتحاد الأوروبي حوالي 21 مليار يورو. وإلى تقرير متخصص لشركة ديلويت، توقع أنه يتخطى الطلب على الغاز الطبيعي الطلب على النفط بمنطقة الشرق الأوسط مع حلول العام 2025. وحسب التقرير عم بيؤدي التقدم التكنولوجي إلى حلول الغاز مكان الفحم بترتيب مصادر الطاقة مع بقاء النفط المصدر الأول للطاقة بالعالم. أما بمنطقة الشرق الأوسط فمن المتوقع أنه يتخطى الطلب على الغاز الطلب على النفط بعد العام 2025. وقال التقرير أنه على الرغم من تزايد الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة إلا أنه الغاز والنفط رح يأمنوا حوالي 60% من إجمالي الطلب على الطاقة العالمية بالعام 2040. وبأخبار الشركات التكنولوجية، تصدرت شركة سامسونج قائمة الشركات العالمية بإيرادات الهواتف المحمولة بالربع الأول من العام الحالي. وحسب شركة الأبحاث Strategy Analytics وصلت قيمة مبيعات سامسونج إلى حوالي 23.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. أما مبيعات أبل فبلغت 22.9 مليار دولار بتراجع ب 7.7 مليار عن الربع الرابع من العام الماضي. وحلت نوكيا بالمرتبة الثالثة من حيث مبيعات الهواتف الذكية، ولكن بفارق كبير عن أبل عند 3.6 مليار دولار، وأتت بعدها LG الكورية. إشارة إلى أن سامسونج باعت أكثر من 10 مليون هاتف جالاكسي S4 خلال أقل من شهر واحد، ليصير الهاتف الأكثر مبيعاً لسامسونج. هذه كانت أخبارنا الاقتصادية لليلة، عودة لكم نيكول وماريو. شكراً مارك. وإلى الصفحة الرياضية مع خالد. We'll be right back.
مساء الخير. البداية مع فاينل فور كرة السلة اللبنانية مع اللقاء الثالث يلي عم يجمع فريقي الحكمة والمتحد اللي كان خسر السبت الماضي عامل الأرض بسبب الأوضاع الأمنية قبل ما يرجع يخسر أيضا العنصر الأجنبي مع مغادرة لاعبين الأجانب لبنان للأسباب نفسها. فكان من السهل جدا للحكمة أنه يتفوق بفارق كبير على المتحد 87-58 بلقاء كان الأفضل تسجيلا فيه بالفريق الأخضر اللي أراح نجومه بالجزء الثاني اللي رستم مع 18 نقطة و8 ريباوند. ومن كرة السلة اللبنانية إلى كرة السلة الأمريكية الـ NBA يلي خطي فيها فريق ميامي هيت حامل اللقب خطوة كبيرة نحو النهائي بعد فوزه على البيسرز بملعبهم بإنديانا بنتيجة 114-96 بعد ما سيطر MVP البطولة لبرون جيمس على اللقاء وسجل 22 نقطة للهيت وساعدوا كل من الثنائي محرك ألعاب الفريق دوين ويد مع 18 نقطة 8 أسيست و15 نقطة لعملاق الفريق كريس بوش. بكرة القدم توجهت الأنظار اليوم للبرازيل مضيفة كأس العالم المقبلة اللي عم تستعد لاستضافة الكونفدريشن كاب بعد أسبوعين. فتابع رئيس البلاد الإشراف على افتتاح الملاعب بالمدن 12 اللي راح تستضيف الحدث الرياضي الأبرز، كما كان للقوات الخاصة البرازيلية مناورات عسكرية تحسبا للتصدي لأي محاولة عمل إرهابي أو للتعامل مع الأعمال التخريبية من قبل المشجعين اللي راح يتوافدوا بالألاف بحزيران القادم. لهون كنا وصلنا لنهاية صفحتنا الرياضية، بنرجع نحن وياكم لنتابع نشرة الأخبار مع نيكول وماريو. شكرا خالد، وإلى الصفحة الجوية مع فادية. مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. طقس الليلة بالإجمال عم بيكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الحرارة الليلة على الساحل عم توصل لل 19 درجة. لبكرة الأربعاء طقس عم بيكون صافي بالإجمال. حرارة على ارتفاع عم توصل بكرة ببيروت لل 31 درجة. الرياح بالإجمال عم بتكون جنوبية غربية عم بتكون ناشطة أحيانا حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة المي 24 درجة أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 50-75%. طقس الأيام اللي جاي على شكل التالي إذن لبكرة الأربعاء 31 درجة طقس صافي بالإجمال لنهار الخميس 32 درجة طقس صافي لقليل الغيوم لنهار الجمعة انخفاض بسيط بدرجات الحرارة تتوصل ل 30 درجة طقس مكمل قليل الغيوم أما نهار السبت انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ل 28 درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا. والليلة كمان صور من أجواء الطبيعة اللبنانية. الصورة اللي عم نشوفها وصلت من عصام هبر من بشمزين كورة من درعون لجورج باسيل، صورة من وسط بيروت لرشا اسماعيل، من مجدلة لعدنان العتري، صورة من ليال رمضان من كفر حميم، من بعلبك لإيمان الوزان، من حريسة لريتا إليا إبراهيم، محمد بدران من دير الزهراني، وأخيرا صورة من الأرز لتامر القاعي. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة. ما تنسوا تعملوا أبلود لصوركم الحلوة على www.lbci.com/weather. تصبحوا على ألف خير. ختام هذه النشرة، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء. تصبحون على خير.